صفارة من حكم المباراة خطأ ضربة حرة عند عادل بولبينا. يونس يمرر كرة أمامية وصلت عند عصام بعون وهنا الضغط موجود عليه، لكن برافو يا ولد يا عصام يا ولد يا أودي. وترقب وحضر من أسامة المرمش وتسديدة قوية من بعيد يا ولد يا ولد يا ولد. صاروخ 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 من عادل بولبينا. واستلامة ردت الكرة في أقصى الطرف الأيسر، محاولة إرسال العرضية وهنا المرور الناجح مرة تانية من جديد، وعادل بولبينا هو الآخر يسدد يا ولد ولا كرة الأمامية عند عصام بعون. عصام بعون يا ولد يا ولد يا ولد. هنا المرة دي محاولة ده بولبينا يسدد بالكرة حلوة في أقصى الطرف الأيسر. استلامة بولبينا مع الكرة الأخطر 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 عايز يشوت، لكن ياسين تطراوي إلى كرة أمامية. استلامة موجودة ومحاولة عند بولبينا، وسع لنفسه بولبينا عايز يشوط بولبينا، عدل على شماله والكرة بيمينه يا ولد يا بولبينا. مين بقى اللي جاله؟ مين اللي جاله؟ مين اللي هيساند؟ مين اللي هيساند؟ واحد لواحد مع الفرج، عدى 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 عرضية. عودي سباقا بكل الجنسيات في أن يحتضن هذه الدورة. ضغط المرة دي عادل بولبينا دخل منطقة الجزاء. بولبينا مين اللي جاله؟ سلمها على حدود المنطقة، ممكن تبقى تسديدة، ولكن يرجع مرة تانية بالحج إشكال لبولبينا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. الملعب الحاج محمد روراوة هو الآخر متواجد في أرضية الملعب يشاهد المباراة وانطلاقة بالعرض. يا ولد يا ولد عادل بولبينا يسار، وهنا العرضية حلوة 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 والتعاد جزائري يعود في الدقيقة 53. عادل إبعاد من جانب مهدي 20 إلى مرتدة سريعة. عادل بولبينا مع الكرة، بولبينا يلعب.